رايكم تلقى ابو والد دفشين في الكاب شوي؟ ومرحبا بكم ومنتظرين شوفتكم. بس ترى الولاد، لا الولاد جوعان، وتعال احنا عملنا بيكم يعني توجهونا وين نروح تاكل من طب عرض. ان قرايبين غاد وان ناس وان الدنيا علاء صلاح. جينا من المصطفى، الوضع يغطونا بالنار بالرصاص، واحنا قطعنا اول واحد موجودين بالحشد وطفشنا اللي جاي. من ايمتى عم تمشوا؟ من ايمتى؟ الساعة تقريبا 10 11 مشينا قبل الظهر. قديش مجموعكم اجيتون؟ مجموعنا كل المصطفى تقريبا يجوز اللحقة 200 ألف. هسه انا موجود عندي هنا 20 عيله موجودين، ما احنا لاجئين ولا احنا مجرد عبور طالعين باتجاه قحطانيه. عندنا اراضي زراعيه، انا الوحيد متكلف ب 22 دلم ارض، انا حاط عليها اليوم 35، حاط 500 ألف. يعني بدي اروح اشتغل، اذا ما اشتغلت انا موسمي مات وعندي اطفال صغار، انا ولا الاخرين ولا الاخرين. اما بالنسبه للخدمه هنا يعني ما بيها الخدمه، اللي يعني ممرض واحد تروح تحكم عنده ادويه ما بيه، يقول لك بعد يومين. لا خليك تروح تجيب دواء، وحتى اذا طلعت برا ما ينطيك الصيدلي دواء الا برشته طبيه، ما ينطيك الا فيه. تعال على خدمه الحمامات صارت اسوء من ايش خدمه ما بيه. 500 خيمه على 12 حمام. احنا هاي اوراقنا جايبينها من اسايش منبج، جينا لهين صار مقابل مقاطعه، يقول لك بمقاطعه، المقاطعه زين هنا ديمقراطيه وهناك ديمقراطيه، شايفه وما قبلوها. أنا جاي عابر عبور راي على منطقة عزاز، فجابوني هون على المخيم وعدانا على يوم ويومين، وصار لي أكثر من 15 يوم. باسمي بكل وباسم كل نساء الموجودات بالمخيم، من ناشد المنظمات الدولية، منظمة العفو، وما بعرف المنظمات الثانية هي تساعد بس النساء، اقل شيء انه طالع النساء والاطفال ويسمحوا لهم يطلعوا ويقدموا لهم المساعده، خصوصا الادويه والغذاء. جينا لهنا مشان ندرس ونكتب، اخر شيء نقعد بخيمه والله حرام. منين الغنى ان احنا نروح نجيب تنفجر حالنا هنا؟ عيله تجي كامله مشان تجي تفجر حالها؟ عدد الخيم كان أولي 50 خيمة، وهلأ صارت 500 خيمة، صار عدد كتير على مخيم، الضغط على مخيم مبروكة، عدد صار ما يقارب بين 5000 و6000، وعدد أطفال ما يقارب 1500 طفل، أو كان نساء ما يقارب 2000، والباقي كان رجال وختائر. يعني لا هيا
دخلت الان قوافل مساعدات الى مدينه رستان، 30 سياره شاحنه محمله بمواد غذائيه وبعض المواد الطبيه، غابت عنها المواد المنظفات والمواد الصحيه وبعض الادويه اللازمه للعمليات الجراحيه الخطيره، ايضا غابت عنها، ايضا غاب عنها الصليب الاحمر. هذه المواد الغذائيه تكفي السكان لفتره 15 يوم تقريبا. بالنسبة للأدوية في غلاء كثير بأسعار الأدوية، بالإضافة إنه الأسعار تختلف من صيدلية لثانية، وطبعاً بعض الصيدليين ما هو مختصين بالمجال، وهذا كثير عم يسبب مشاكل للمرضى وعم يعطوا الأدوية بشكل غلط. مشكلة الأدوية مشكلة كبيرة عندنا بكوباني، يعني طبعاً أهل كوباني عم يعاني من نقص أدوية وعم يعاني من ارتفاع أسعار الأدوية بشكل خاص، خاصة في الأونة الأخيرة يعني. ارتفع أسعار الأدوية بشكل باهظ جدا يعني، فلذلك كل صيدلية عم بيع بالشكل يعني، ما في توحيد بالأسعار بين الصيدليات الموجودة عندنا بكوباني. وفي مشكلة ثانية عندنا الأهالي الكوباني عم يعاني من قلة فرص العمل، يعني ما في شغل هون والدخل محدود جدا. بالنسبة لغلاء الأدوية في أصناف محددة يعني مو كتير، يعني 5% من أدوية غليت، لكن غلاء يعني كان غلاء كبير يعني الدبل، صار مثلا علبة كان ب 500 صار ب1000. عدد الصيادلة الموجودين في الصيدليات الموجودة في مدينة كوباني هي 27 صيدلية قائمة. المشاكل التي واجهناها هي 4 صيدليات عدم وجود صيدلاني في الصيدلية، أغلقت هذه الصيدليات لهذا السبب، ومن بعدها 2 من الصيدليات المغلقة قدمت أوراقها ورجع الصيدلاني إلى الصيدلية وقدم أوراقهم وتم فتح صيدلياتهم. نقوم بإعطاء وتدريب الشباب على مبادئ الإسعاف وطرق الإسعاف وطرق الإخلاء في أثناء القصف وطرق الحماية، حماية النفس أو حماية المسعف، حماية المصاب، طرق الإسعاف، تقديم الإسعاف، طرق إخلاء المصاب من أرض المعركة أو من مكان القصف أو المكان المستهدف، إخلاء الأطفال أو النساء أو الجرحى بشكل كامل. عند أول واحدة 5 شحطات، لهون قديش؟ زدنا شحطتين شو صار؟ 17. يعني كل رقم فيه 5 شحطات. يعني كل شحطة واحدة. مد يدك على هاي العظمة، تمام؟ ما ردش، تقرصه فورا، راح ينط. الهدف من هذه الدورة هو توعية أكبر عدد من الجيل ومن الشباب لنجعل في كل بيت مسافر. ولا الممرض شو اسمه؟ أو الممرضات بالمشفى خلينا نقبلكم إياها، شو بقولوا لهم؟ يقولون ملائكة الرحمة. الزلمة معيد، لازم بعدين لازم أخلص. أنا؟ في هذه الدورة التي تقدم علاج فيزيائي وإسعافات وإخلاء وأدوية وكيف التعامل مع الألغام. أنا من غير استثني 30. أنت حر.